اسمي فاطمة رمضان، زوجة النجم علي محمد رمضان محمد بن داري. هو يوم الخميس جاله، كان طلب منه 5000 جنيه، طلب منه فلوس. قال لي اديك ليه؟ قال لي انا عايز منك 5000 جنيه اتاوى، عشان هو كده، هو بلطجية شغلته كده. قال لي طب اديك ليه؟ قال لي انا عايز منك 5000. قال لي طب اشتغل واديك. ما رضيش. قال لي لا لازم اخوه. لا حصلت مشكلة، وبعدين ما رجع تاني، يعني يومين رجعوا تاني حقكوا علينا وما فيش أي مشاكل، وخلاص بقى الموضوع خلص. ربح التاني يوم بقى صبحنا الصبح الجمعة، ما فيش فطر ونزل وعادي، ما فيش أي حاجة. ونزل كمان مستني قدام الباب، هو ضرب الجرح ونزلنا على طلعنا على الصبح. أحمد رمضان أحمد، أخو المتوفي إلى رحمة الله محمد رمضان الشهير بالدكش. محمد نازل من البيت ولقيت مسعود ده جاي. محمد شاف الله يرحمه اكنه شاف عفريت. انت جاي ليه؟ ده محمد اخويا الله يرحمه اللي بيقول لي مسعود. قال له ما انا بصراحه انا جاي، لو انت ما دفعتش انس ايه هيخلص معاك. المهم طبعا راح خدنا احنا مسعود. طبعا احنا مسعود اصله مش طرف، وانت داخل اصلا بتطلب فلوس على غلط، واحنا قلنا لك مش هندفع من يوم الخميس. المهم محمد شافه راح شتمه، الله يرحمه ويسامحه، شتم مسعود، قال له مش هدفع لحد فلوس. المهم طبعا محمد احنا قاعدين الحكايه والروايه، طب ابعد. خدنا مسعود ورجعنا بيه لورا، راح مطلع التليفون، راح متصل بانس، قال له ده انا اترفع عليا سلاح واتضربت واتشتمت واتهنت. ده مسعود اتصل بانس. جه انس طبعا راح مطلع المطوه وراح حاططها لاخويا نوت في العب. اخويا ما كملش نص ساعه وكان ميت. ابني قال له بتوعي ال 5000، قال له هو الطبليه اللي انت بتاكل عليها انا كمان عايز اكل عليها، يا اما اعكرها. طبعا ابني قال له مش هديك. راح واخد بعض الصبح، بعت واحد اسمه مسعود، قال له فين المبلغ اللي انا اسالك عليه؟ قال له مش هديه. قال له لا، ده هو لازم ياخد المبلغ دوت، يا اما انا هتصل عليه اجيبه لك. طبعا ايه، مفيش، هو لسه ما خلصش الكلام ولا ايه، انا ده فوق دماغه. عيالي قعدوا يصالحوا في اللي اسمه مسعود دوت، قولوا تعالى يا ابني خلاص ما فيش اي حاجه. كان التاني محضر المطوه، وطبعا الناس اما اتلمت المطوه كانت هتيجي في بطن ابني، جت خبطوا في وركه اللي فيه شريان القلب اتقطع. احنا طبعا احنا قاعدين هنا في البيت ما حسيناش بحاجه الا بالصوت، الناس عماله تصوت. انا يوم الخميس قبل الواقعه اتصل بيا محمد شوقي اللي هو شهرته محمد الابيض، اخو انس. اتصل عليا وقال لي ايه، تعالى حل الموضوع، عشان خاطر انس اخويا جه ضربني في رجلي وشتم في الشارع وشتم في محمد دكشة والناس وكده. قلت له ماشي. رحت نازل، جيت لقيت محمد طالع من الشارع، فروحت داخل لقيت عم السيد ابو حنان قاعد وجنب منه مسعود على نصة الباب، فبقيت اقعد معاهم افهم الموضوع ايه. فقالوا ان انس جه عايز فلوس. قلت لعم السيد ومسعود هنروح لأنس ونعرف ايه الموضوع فيه وبيطلب الفلوس ليه وبناء على ايه. فروحت رايح لأنس، كان في الورشة بتاعت مسعود. قلت له يا أنس انت طالب فلوس ليه؟ قال لي دي فلوس بتاعت السمسرة قديمة ومتفقين اللي احنا في البيت دوت. قلت له فلوس السمسرة محمد اداك منها 1000 جنيه. قال لي لا معرفش عنها حاجة. قلت له وموضوع السمسرة ده عدى عليه سنة، انت جاي تسأل بعد سنة؟ قال لي انا رحت مشوار وجيت، او رحت سافرت وجيت، فلقيته مصمم على ايه؟ مصمم ان هو ياخد فلوس. فلقيته ان هو متضايق ومتنرفز، قلت له ايه اصبر عليا يا انس ايه يومين، انت صبرت سنه زي ما انت بتقول لكلامك اللي بيطلع منك، لان انا ما اقدرش احكم بفلوس، انا ما اقدرش احكم بفلوس، انا بحل الموضوع. قلت له اصبر عليا يومين وسبته ومشيت. رحت لعم سيد هنا، قال لي انا تعبان وعندي السكر مش هقدر انزل لك. قلت له طب ماشي يا عم سيد، انا بكره ان شاء الله رايح الشغل من الجمعه، هنقعد بالليل ايه، هنقعد بالليل نحل الموضوع. طبعا رحت الشغل، وانا في بعد الصلاه جالي تليفون اللي حصل. انا بناشد وزير الداخليه يفتح الملف بتاع اخو صالح شوقي ويعملوا تحريات على الناس ديت. الناس دي كلها كده، صالح وحسيني ومحمد كلهم بلطجيه، واخوهم امين شرطه، اي محاضر بتتعمل في اي اسم بتخلص.
فأنا بطلب من الحكومة بطلب من النائب العام إن يجيب حق ابني، يشوفوا القصاص، القصاص للي بيتقتلوا بيموتوا، بيموتوا من غير سبب. ابني مات من غير سبب علشان بدافع عن حقه. أنا بطالب بالإعدام، مش بطالب غير بالإعدام بس، طالبين حقه، عايزين الإعدام. وابني مرجعش على البيت تاني، طلع من بره بره على التراب على طول، ما مسكش هنا ولا مسكنا حتى.